السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أيسما سلام النون مرحبا يسوان قل حصة النون تفاث رمضان من خلال قناة الأنيس الفضائية. أس إن شاء الله مادام قلقك شهر رمضان أنسيول في الموضوع يكهم من خلا موضوع التوبة. الموضوعيين نحواجي دايما ديدنا الموضوعيين نحواجي خاصة كشهر رمضان لازم قبل أن نبدأ الصيامنا لازم أن توب إلى الله عز وجل من الذنوب والمعاصي، أن قرب إلى الله عز وجل باش هذي صفو صيامنا باش هذي صيامنا يرضاه الله عز وجل. ثانية باش نزوم ذنكنيا مطمئني القلب، يعني الصيامين ذي العلاقة يقلان قارنا ذي قال ربي سبحانه لازم هذي الصيامين يصفى. التوبة الله عز وجل قرمطان يلدي تبور الجنة يغلق تبور النار يصفد الشياطين. لابد أنك شهر رمضان أن سارع إلى التوبة لأنه شهر رمضان زك سخلة الأجر زك سخلة الخير. العبد ما إلا يتوب قل معاصي شهر رمضان يتياوي ذي العادة العالية هذه كس العادات السيئة هذه كس السلوكيات والقيم السيئة هذه كس إني إلا يخدميث ديري إني إلا يخدميث يغضب الزكس ربي سبحانه. موضوع التوبة موضوع مهم جدا ولاش يونوري غلطة راك الدنيا سيئة كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. صافي نكوني لازم هادني لي قويداك يكتوبن لله عز وجل ويداك يكسرعن باش يرضين الله عز وجل. الله عز وجل ينادي الكتاب عزيز يا ايها الذين امنوا توبوا الى الله توبة نصوحة، يعني ربي سبحانه يغراد يعني الكتاب سينادي يا ايها الذين امنوا إيوا شوية أيها الذين آمنوا نهني ذي المؤمنين بصح المؤمن يغلط المؤمن ذي البشر أكني كخلق الله عز وجل النبي عليه الصلاة والسلام ذي البشر يخلقها نكوني ذي البشر نكوني القدوة نغ النبي عليه الصلاة والسلام. صافي أينك خدم النبي عليه الصلاة والسلام من غرس سيرة النبي عليه الصلاة والسلام أن المدخل للأمور أن المدى كنيك توارب النبي عليه الصلاة والسلام أن المدى كنيك خدم قبيت النبوة ذي الخلاثيس أن المدى أكني قلنا النبي عليه الصلاة والسلام قائد الجيش النبي عليه الصلاة والسلام إلى القود والنغ صافي نكنيا لازم أن ناوي الأخلاق النبي عليه الصلاة والسلام أكني ثنثا طوثيث عائشة رضي الله عنها النبي عليه الصلاة والسلام كان خلقه القرآن أو في حديث آخر أكنت أن عائشة رضي الله عنها كان قرآنا يمشي على الأرض. يعني النبي عليه الصلاة والسلام الأخلاق يسمر إلا الصادق إلا الآمين. ثانية يعلم ماغد بلي يون غاسي غلط غاسي يخدم المعاصي لازم هذي يتوب إلى الله عز وجل. إلي الحديث العالي في الحديث القدسي يقال زكس ربي سبحانه إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. يعني ثبور ربي سبحانه الدين وينيك خدم السيئات فقط الإنسان لازم هذي يقول ربي سبحانه باش هذي يقول ربي سبحانه باش هذي يتوب باش هذي الدين تبورا نرحمن ربي سبحانه. أول حاجة لازم أذين دم ليش يذن دم أذين دم في ذنوبك خذم أكني دينا وشبيح النبي عليه الصلاة والسلام التوبة ندم يعني يون ما ذي يعني يون ما يبغى أذي توب ربي سبحانه أذي ندم في الأفعال قميص ما ذي ندم ما إلا مثلا يعد ذيقن أدي مكتيب اللي يغلط قل حقن فلان ني غادي مكتيب اللي يغلط قل حقن ربي سبحانه تيني ذي الندم أذي استغفر وأذي يغلطه هذه زال سنه ركاعي ودي يدعو الله عز وجل باش يغفر ذنوبيس. الحاجه النيطي ثانيه الاقلاع ليش يذ الاقلاع مع انت ايون هذه حبس هذه قلع في المعصيه يقنوم يخدم هذه يبدل المعصيه ينس الحسنات هذه يبدل لين يقول له يخدم سل حسنات يون ما الا يريد صلاه راه هذه يقول لي تصلى هذه يقول هذه راح الجامع يون ما الا مثلا يتاح حقوق اليتيم يعني يكس الحق اليتيم اذر لمناني اذر الحق النيا دويز ديننا ديننا زكس الرحمه زكس ديننا دين سمح ديننا زكس
يعني الخير الكثير يون ما يخدم السيئه ما الذي توب اذي بدل العماليس يعني اذي بدل العماليس اذي بدل الحسنات اذي بدل الاجر باش ربي سبحانه أسيبارك التوبين لانه نكون يد البشر يعني نغلط الله عز وجل يعلم باللي وخلق الانسان ضعيفا يعني الانسان يمثل خلق ربي سبحانه يعلم باللي خلقت تبعث الدنيث يعلم باللي تاويث الدنيث تغريث الدنيث لكن يدينا النبي عليه الصلاه والسلام يقول يقيم الصحابه يسولد في الدنيث بعد ينادي الصحابه كثمسلايتي سيناد اصابهم الوهن ميكس صحابي النبي عليه الصلاه والسلام إن يزد النبي عليه الصلاة والسلام الوهن هو حب الدنيا يعني يوم ما يتعلق الدنيا ما يتزال دفير الدنيا ما يتزال دفير الشهوات أتاويت الدنيا ثنية وذي يقول يرتكب المعاصي والذنوب صافي نكني أقلق شهر رمضان شهر التوبة والغفران إن شاء الله هذه الليلة دوي ذاكي كتوبا إلى الله عز وجل دوي ذاكي قرضان الله عز وجل دوي ذاكي قزوم من رمضان نكني نتوب إلى الله عز وجل نفكد الحلقة وسينين التوبة أن من إن شاء الله قل حقات النطي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.